أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هوي جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبي محفل زايد اليوم، أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هوي جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحى، تبارك لك يا اضرب لك تحيه بعزمك وبالهمه القويه وفعول اسمه، اخذت الشهاده وكل الاتعاب منسي، وخطيت لك يا زايد في الجامعه عنوان، لك الحق تفخر يا سيدي الى الكبار، ولك تشهد افعالك ويشهد لها البرهان، ولا هي غريبه عنك والراس عاليه، كفو يا اللي لك بالعز والمال جلال، وافعالك تلمس ولا غيب مخفي، ابوك المرحوم معرب الساس والجده، محمد راع الطيب والفزعه الحيه، رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان، تلقى المدايح في اسمه معاليه، السلايل هل الوقفه ثلاثه ورا الدخان، اختامها مبروك بالفل والريحان، وعسى فالك التوفيق يا طيب النية، أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أدي خراج وإنجازه فخر أهله الشجعان، وجاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحان، تبارك يا زايد واضرب لك تحيه بعزمك وبالهمه القويه وفعول اسمه، اخذت الشهاده وكل الاتعاب منسي، وخطيت لك يا زايد في الجامعه عنوان، لك الحق تفخر يا سيدي الى الكبار، ولك تشهد افعالك ويشهد لها البرهان، ولا هي غريبه عنك والراس عاليه، كفو يا اللي لك بالعز وافعالك تلمس ولا غيب مخفي، ابوك المرحوم معرب الساس والجده، محمد راع الطيب والفزعه الحيه، رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان، تلقى المدايح في اسمه معاليه، السلايل هل الوقفه ثلاثه ورا الدخان، وللطلب بدون حضور أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4801.